الحراج دخل مباراته أمام وفاق سطيف من أجل وضع حد لمرحلة الفراغ التي يعيشها الفريق منذ 3 جولات. ورغم غياب الثنائي جابو ونيلي والجمهور بسبب العقوبة، حاول رفقاء بن عبد الرحمن استغلال الغيابات النوعية من جانب وفاق سطيف في صورة رباعي المنتخب الوطني. كانت البداية عن طريق تسديدة غربي ورد عليها زيايا بهذه التسديدة القوية، كن بطريق في المكان المناسب، ثم الوفاق ورأسية زبيري أنهت الشوط الأول بالتعادل الأبيض بين الفريقين 0-0. المرحلة الثانية دخلها فريق اتحاد الحراش بقوة، وحاول عيساوي على الجهة اليمنى بهذه التوزيع التسديدة، ولكن الحارس فراجي كان في المكان المناسب وأبعد الخطر إلى الركنية، ثم رأسية مباركو لم تمر بعيدة عن إطار مرمى الحارس فراجي. دخول طوهري أنعش الخط الأمامي لفريق اتحاد الحراش، وطوهري بهذه التسديدة القوية التي لم تمر بعيدة عن إطار مرمى فراجي، ثم طوهري في أخطر فرصة من جانب اتحاد الحراش يراوغ الأول ثم الثاني ويسدد، وفراجي على طريقة حراس مرمى كرة اليد ينقذ الموقف. تسديدة بريكي سهلة بالنسبة لفراجي، توزيع الجهة اليسرى وتسديدة طوهري سهلة بالنسبة للحارس فراجي. الوقت بدل الضائع من المباراة، عرف فريق وفاق سطيف كيف يقتنص هدف التقدم عن طريق زيايا بعد أن عبت بدفاع الاتحاد وسجل الهدف الأول في الدقيقة 46 من بداية الشوط الثاني. فرحة زيايا كبيرة بهدفه الرابع بألوان الوفاق هذا الموسم، توزيعة جميلة من جديات والمراوغة أجمل من زيايا الذي أسكن الكرة شباك الحارس بوطريق في الوقت بدل الضائع من المباراة. أمام احتجاجات عناصر اتحاد الحراش على حكم المباراة بحجة أن زيايا كان في وضعية التسلل، لكن الحكم حدد أنها لصالح الوفاق بهدف مقابل 0 ونقاط ثمينة بالنسبة لفريق